النهارده في انخفاض في اسعار اللحوم في المحافظات، خبر نشرته الاخبار اليوم، وعن رصد تقرير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء النهارده الثلاث، انه في 30 يونيو يعني يناير، ان اسعار اللحوم داخل الاسواق المحليه شهدت انخفاضا على مختلف محافظات الجمهوريه. واي الاسعار؟ اعلى محافظه البحر الاحمر، والاسعار بتتراوح من يعني من 100 ل 140 ولا 170 ولا لا في 95 كمان اهو. يعني انا بسال سؤال، انا الخبر مش ان انا مش قاعد بعمل برنامج من رباط البيوت، لا خالص. انخفاض اسعار اللحوم، انا بسال سؤال، حد اتكلم من المدونين ولا المغردين قال ان اسعار اللحوم في مصر انخفضت؟ انا بس ببين وبتابع للمشاهد، المشاهد الكريم بتاعي، بقول له انه احنا بنتعامل مع ناس عندهم عداله انتقائيه، بينقي على مزاجه. الخبر الحق الفراوله بقت ب 100 جنيه، الحق التفاح مش عارف، الحق اللي ابو فراوله، يا عم فين؟ طب انا عايز حد مره يقول لي ان في اسعار انخفضت، طب ما انا عندي الاسعار الخضروات والفاكهه والنهارده اللحوم انخفضت، انخفضت الاسعار. يعني انا مش بقول ان انا الدنيا وردي، لا انا بقول ان في المفروض في عداله في انتقاء المعلومه ونشر المعلومه. احنا بنبني الامل والامل غير الكاذب، والله ما انا اقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مين معايا ابراهيم؟ الاستاذ محمد وهبه رئيس شعبه. اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. استاذ محمد امورنا حبيبي. الامر لله. يعني عندنا خبر من مجلس الوزراء، انخفاض اسعار اللحوم النهارده على مستوى محافظات الجمهوريه، تعليقك على هذا الخبر صحيح ولا غير صحيح؟ ايوه لا لا احنا عايزين ناخد كل حاجه في سياقها، بمعنى اللحوم انخفضت في الثلاث اشهر الاخرانيين، بس الانخفاض اللي حصل واخد بالك وسبت حاليا انخفاض جديد انا ما اعرفش عنه حاجه، جايبينه منين ما اعرفش، يمكن الدوله عندها بقى في الجمعيات او في جهاز الخدمه الوطنيه هيخفضوا الاسعار، ده موضوع تاني بقى. انا بس عايز افهم، يعني انا دلوقتي مركز المعلومات يا استاذ محمد، واحده واحده، مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء النهارده الثلاث 30 يناير قال ان اسعار اللحوم داخل الاسواق المحليه شهدت انخفاض على مختلف المحافظات، وقال ان محافظه أيوة. البحر الاحمر الاعلى سعرا في اللحوم البتلو، حيث تراوح سعر الكيلو من 120 ل 150، وصل سعر كيلو لحم الضاني من 120 ل 160، ده في البحر الاحمر. سعر كيلو الكندوز 120 ل 140، تصبح محافظه البحر الاحمر الاعلى سعرا. تراوح سعر كل لحوم البتلو بالعظم من 95 ل 170، بينما وصلت محافظه الجيزه الاعلى سعر، وسجل كيلو لحم الضاني ما بين 95 و 105. دي ارقام جايه من مجلس الوزراء وانا قلتها للناس، هل عندك معلومه اخرى موثقه؟ هم عندهم معلومات موثقه، قولها لي. المعلومات الموثقه انا في اللجنه اللي بتعمل الكلام ده كله. انا في لجنه متابعه السلع الغذائيه. طيب اتفضل. اللي مشكلها الاستاذ رئيس الوزراء. قول لي بقى الاسعار عندكم ايه، عامله ايه، وشايف الدنيا رايحه فين؟ الاسعار انت بتقولها دي موجوده، دي قديمه من بدري. طب ما هو مركز المعلومات يعني، طب خليني اسيبك من الورق. اللي انت بتقوله ده موجود من بدري، من شهرين. طيب قول لي بقاله قد ايه الاسعار دي انخفضت، بقالها قد ايه؟ بقالها شهرين ثلاثه كمان. يعني بقالها ثلاث شهور الاسعار منخفضه ومحدش يعرف ان الاسعار منخفضه. يا حبيبي يا استاذ. اتفضل. يا استاذ. اتفضل. يا استاذ انت ما بتاكلش لحمه؟ لا. لا ما باكلش لحمه. خلاص انا ما باكلش لحمه خلاص بقى. انا انا منين طيب؟ انا ما باكلش لحمه بامر الطبيب. انا ما باكلش لحمه بامر الطبيب. لا طب الفاميليا ما بتاكلش لحمه؟ لا بتاكل لحمه اكيد. طب اسال المدام قول لها كنت من شهر 9 بتجيبيها بكام والنهارده بتجيبيها بكام؟ قول لي حضرتك شهر 9 بكام ودلوقتي بقت بكام؟ ما هو في انواع، وبعدين انت في انت بتقول معلومه غلط. ما فيش حاجه اسمها لحم بتلو موجود في السوق. اللحم البتلو من شهر 2 2017 ممنوع ذبحه. يبقى اللي بيتقال الكلام ده مش مظبوط، وعن لسان انا بقى.
انا المسؤول عن الكلام ده. طب علشان ما تهت، انا تهت منك يا استاذ محمد، تهت منك ومش عايز ابدو ان انا يعني اسمعني بس، انا بسال سؤال، الاسعار انخفضت من 3 شهور وما زالت محافظه على الانخفاض ولا الاسعار بتعلى؟ ايوه آه. لا ما فيش حاجه عليت، الاسعار ثابته من 3 شهور لما انخفضت موجوده نفس الاسعار. طب الحمد لله. اسال جيرانك، اسال قرايبك، اسال اخوك، اسال اختك. خلاص الحمد لله ان هي انخفضت من 3 شهور وما زالت منخفضه. ده الدنيا كلها اتكلمت عن انخفاض الاسعار على اللحوم. وطلعوا في التلفزيونات قالوا، يبقى زي انت ستك ما تعرفش. يعني انا دلوقتي انا اقول للمشاهد بتاعي، اقول له انا غلطان الاسعار ما انخفضتش، ولا اقول له انخفضت من 3 شهور وما زالت منخفضه؟ ما انخفضت، انخفضت يا سيدي. طب خلاص ما احنا مش مختلفين، الناس كلها عارفه، الناس كلها عارفه يا استاذ محمد. انا ما اعرفش، معلش، يبقى انت بقى انت مش متابع بقى. طيب انا بشكرك جدا يا استاذ محمد. مش تاكل سمك ولا تاكل فراخ انت؟ انا باكل اي حاجه، باكل جبنه قريش، ربنا يدينا ويديك الصحه. شكرا يا استاذ محمد. يعني تاني انا بقول تاني، المجلس الوزراء النهارده 30 يناير طلع بيان قال ان في انخفاض لاسعار اللحوم شهدتها الاسواق والاعلى محافظه البحر الاحمر. قلت هذا الكلام، زمايلي جابوا لي حد ما متخصص في معرفش ايه. استاذ محمد شغال ايه يا شباب؟ رئيس شعبه الايه؟ مش عارف يعني ايه. فالجزارين، فالراجل بيقول لي لا والله ده ما انخفضتش دلوقتي، ده منخفضه من 3 شهور وما زالت منخفضه. الحمد لله خير وبركه. انا ما اعرفش، والعهده على طيب.